محمد ابو العين. ولكن قبل ما ادي الكلمه لسياده النائب، قعد حوالي 250 يوم تقريبا تحت قبه البرلمان خلال انتخابه في برلمان 2020، ولكن تعالوا نتابع ماذا قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اللي انا كمان بحييه على الهواء مباشره، عن اداء النائب محمد ابو العين، رغم عنده كتير وسفريات وشغل، ولكن ماذا قال رئيس مجلس النواب عن اداء النائب محمد أبو العنين؟ انضم إلى المجلس في فترة قليلة كشفت عن خبرته البرلمانية ومدى أيضا إلمامه بكل القضايا سواء في الداخل أو في الخارج. سيد النائب محمد أبو العنين، أنا ملاحظ من يوم ما دخل المجلس، من ساعة ما تبدأ الجلسة لغاية الجلسة ما تترفع، وهو الراجل قاعد ومواظب وبيذاكر. سيد النائب أبو العنين يعني من ساعة ما جه وهو راجل متواجد على طول، يعني محطوط على البطاقة معايا، يدخل ويخرج يعني معايا. من يوم ما جه كان سند لينا كي نكمل هذا الدور الوطني. حضرتك قدرت توفق ازاي ما بين العمل الخاص يعني في كل ده وسفريات ارتباطات شغل كذا